ولنقاش الملفي اليمني وانتهاكات ميليشيا الحوثي في اليمن ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية رئيس مركز ييني يمن الدكتور صالح الجبري. أهلا بكم دكتور. أهلا وسهلا. دكتور، الجيش اليمني اتهم ميليشيا الحوثي بارتكاب 72 خرقا للهدنة الأممية في 6 محافظات، كيف يفسر الخرق الحوثي لهذه الهدنة وما تبعاته؟ شكرا جزيلا. ومن متى التزم الحوثي بأي اتفاق مع الحكومة اليمنية أو أي اتفاقات دولية؟ جرت اتفاقات من بعد انقلابه على الشرعية في 2014 في أكثر من دولة ولم يلتزم بأي اتفاق. وقبل الانقلاب كان هناك اتفاقات منذ 2004 في أول اندلاع حرب بين الحوثيين والحكومة اليمنية، أكثر من 70 اتفاق لم يلتزم. هو الآن يستفيد من هذه الهدنة، يرتب صفوفه من جديد ويعد العدة من أجل القضاء على مدينة مأرب التي يحلم بإسقاطها منذ 6 سنوات ولم يستطع أن يتقدم حول هذه المدينة. وبالتالي الحوثي للأسف الشديد، اليمنيون يعرفون أنه لا يلتزم بأي اتفاقيات، والأمم المتحدة والاتحاد العربي أعطوه هذه المهلة وهي مهلة وقف الحرب أو هدنة لمدة 2 شهر، ولكن في الميدان عكس ذلك من قبل ميليشيات الحوثي الإيرانية. كيف يمكن قراءة الاتهامات الأخيرة التي توجهها ميليشيا الحوثي بعدم جدية الطرف الآخر بالحل في اليمن، رغم كل الدعوات والتأكيدات من قبل الشرعية اليمنية بضرورة إيجاد حل سياسي ينهي معاناة اليمنيين؟ هذه ميليشيات عصابة انقلبت على شرعية لا يهمها شيء، ليست دولة، الدولة تحترم المواثيق والالتزامات. الدولة فتحت المجال الآن في ميناء الحديدة من أجل دخول مشتقات نفطية. الدولة التزمت الآن بفتح مطار صنعاء لبعض الدول من وإلى مطار صنعاء. الدولة الآن مع التحالف العربي تم تغيير وتكوين مجلس قيادي رئاسي من 8 شخصيات يمنية، واستبعاد الرئيس عبد الرب منصور هادي ونائبه، وهذه 3 مطالب تطالب بها ميليشيات الحوثي كي تبدأ التفاوض مع الدولة اليمنية. الحوثي لا ولم ولن يلتزم بأي اتفاق، كل الشروط التي وضعها الحوثي مع الأسف الشديد ونحن كمحللين ومتابعين يعني هي جائرة على الدولة اليمنية، وهي أعطت هذه العصابة فرصة أكثر، لكنها مع ذلك لم تلتزم ولم تلتزم بأي اتفاق لا سابق ولا لاحق، ويبدو لي تندلع هذه الهدنة في أي وقت من قبل ميليشيات الحوثي، لأنها هذا ديدنها وهذا أسلوبها دائما مع الاتفاقات المحلية والدولية. بالإضافة إلى التحديات التي يمر بها المدنيون في اليمن، التحديات الأمنية منها أيضا تحديات الاقتصادية ورفع أسعار الوقود، كيف يواجه السكان في اليمن هذه التحديات خاصة أن الزيادة وصلت إلى 27%؟ لم يواجه الشعب اليمني فقرا مدقع، بل بتوصيف الأمم المتحدة يعني أزمة هي الأولى على مستوى العالم. هذه الميليشيات لم تقدم شيء للشعب اليمني غير بناء وافتتاح مقابر جديدة لكثرة الذين يقتلون في جبهات القتال التي تزج بهم ميليشيات الحوثي. هذه الميليشيات أينما دخلت في أي دولة، دخلت في لبنان فأفلست لبنان، وانظري ماذا يحدث في العراق وماذا يحدث من عصابات وإجرام في كثير من الدول. ما الذي يحدث الآن في اليمن؟ هذه الميليشيات مع الأسف الشديد الآن يعني اخترعت ما يسمى بالسوق السوداء وتبيع، يعني تصوري مشتقات نفطية موجودة في شوارع صنعاء ولكنها في السوق السوداء، لكن تباع بسعر رسمي ويباع لها من قبل الدولة ومن مناطق سيطرة الشرعية، يباع لها بثمن بخس، ولكن مع هذا تبيعه بشكل رسمي بمبالغ كبيرة جدا، حتى يعجز السائق من الطوابير في على محطات الوقود ويضطر يشتري من السوق السوداء التي هي أصلا لرجال شكرا جزيلا لكم رئيس مركز ييني يمن دكتور صالح الجبري، حدثتنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية، والمعذرة على المقاطعة لضيق الوقت.